بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سليمان النبي في سفر نشيد الأنشاد بيعلمنا عن الثعالب الصغيرة التي تفسد الكروم. وأحد الثعالب اللي ممكن تكون في حياة الإنسان ثعلب مضر لحياته الروحية، هذا الثعلب هو المبررات أو الأعذار. وممكن الإنسان لو ما خدش باله ودقق في حياته الروحية ممكن يقع وهذا الثعلب يغزو الكروم ويفسد حياته الروحية. نقطة من نقط المبررات والأعذار هي إن الإنسان يلتمس أعذار لنفسه، وهي ديت الثعلب اللي ممكن يخش ويفسد الحياة الروحية للإنسان. طبعا لو الإنسان التمس الأعذار للغير دي حاجة تاني، وده علاج من العلاج اللي ممكن نشوفه لالتماس الأعذار. لكن الثعلب هو التماس الإنسان الأعذار لنفسه، يبرر نفسه. بعض الأشياء ممكن تكون حقيقية، يعني فعلا عنده سبب أو عذر، لكن المشكلة إن الإنسان لو أخد إن هو يبرر نفسه في كل شيء خطأ يفعله يقع في هذا، يقع في هذه الحرب. عشان كده ثلاث نقط في موضوع الأعذار والمبررات. أول نقطة إيه أسبابها؟ ليه بنشوف دايما إن إحنا نبرر أخطائنا؟ تاني نقطة إيه أخطرها؟ وتالت نقطة إيه علاجها؟ النقطة الأولانية إيه أسبابها؟ أسبابها ممكن ترجع لثلاث نقط. النقطة الأولى إن الإنسان بيلتمس الأعذار عشان يبرر نفسه، فكل الأسباب بتدور حوالين نفسه. يعني أنا ما عنديش وقت، أو أنا ما عنديش جهد، أو أنا ما عنديش مزاج. أحيانا كتير نسأل شبابنا مش بيحضر الاجتماع ليه؟ It's boring. أو ما عنديش وقت رغم عنده وقت كتير. ويلتمس هذا العذر وياخد هذا العذر حيز كبير في حياته لغاية ما يستخدم هذا العذر في حاجات كتير، وبالتالي ثعلب صغير يدخل في حياته الروحية. أو إحنا كلنا بشر، أو غصب عني، دي كلها حاجات بتدور حوالين نفسي. نقطة تانية من أسباب التبريرات والأعذار إن أنا ألوم الآخر، إن كل الناس بتعمل كده، يعني جات عليا، إن الناس أصلها بقت متعبة، أصل الشخص دوت دايما لما بتكلم معاه بيستفزني، اصلي ما فيش حد بيحترم مواعيده، وهكذا. تلقى معظم التبريرات والاعذار بتدور انه هو حوالين الشخص الاخر، حوالين الاخرين. النقطه الثالثه من الاسباب ان هي ممكن تكون اسباب اخرى، يعني ممكن الانسان في خطأه ان هو يبرر حاجات تانية، يقول مثلا إن الشيطان شاطر، أو يقول ده عدو الخير، أو يقول الضغوط اللي موجودة في المجتمع، أو يقول في عوائق كتيرة في حياتنا الروحية، وهكذا يرمي سبب خطأه لأسباب أخرى. أيا كانت الأسباب، إذا كانت بلتمس عذر النفسي، أو بلتمس العذر وألوم الآخرين، أو التمس العذر وألوم حاجات تانية، فالتمادي فيها بيؤدي إلى إفساد جزء كبير من حياة روحية الكروم. وديت حاجة في شخصيات في الكتاب المقدس برضو نلقى إن موضوع الأعذار ديت كانت حاجة قديمة في الكتاب المقدس، نلقاها كانت موجودة مع أول حد، مع آدم وحواء. برروا كل واحد برر خطأه، آدم برر خطأه إن حواء أغوته، وحواء بررت خطأها إن الحية أغوتها. وعشان كده لما ربنا عاقب آدم وحواء قال لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة، يعني لو أنت شفت إن ده خطأ كان بسببها، لأنك عملت خطأ دوت بسببها فأنت في عقاب. وإبراهيم قبل آباء برضو أخطأ وأوجد أعذار لما خلى سارة تكذب مرتين، مرة مع ملك جرار أبي مالك،
ومرة لما راحت مصر والتمس العذر وقال إيه؟ إني قلت ليس في هذا المكان خوف الله البتة فيقتلوني لأجل امرأتي. خاف لحسن المكان دوت مفهوش خوف الله فيروحوا يقتلوه هو ومراته. طيب أبونا إبراهيم لو المكان دوت مفهوش خوف الله قعدت فيه ليه؟ وهكذا نلقى ناس كتير ممكن تلتمس أعذار، وهذه الأعذار يا إما يبرر بيها نفسه أو يبرر بيها نفسه على حساب الآخر أو يبرر بيها نفسه على حساب حاجات تانية. النقطة التانية خطورة التبريرات ديت والأعذار إيه؟ تلات نقط برضو في خطورة التبريرات والأعذار. النقطة الأولى هي الذات أو الكبرياء. كل ما هتمادى في أعذاري هتلقى أن الإنسان دايما في حياته فيها كبرياء وبيحاول أن هو ما يلومش ذاته، وهتلقى أن فضيلة الاتضاع تختفي. نقطة تانية هي تخدير النفس. طول ما أنا هفضل أوجد مبررات عن أخطائي هخدر بيها نفسي وهأجل توبتي، وهتفضل من خطية لعادة وتستمر معايا. النقطة الثالثة وهي أخطر حاجة في الأعذار هي إنها غير مقبولة أمام الله. لو كنت أظهرت نفسي قدام الناس بشكل حلو لكن في الآخر هي غير مقبولة أمام الله. الثلاث مخاطر دولت ممكن يأذوا حياتي الروحية. عشان كده من الأول الواحد أول ما يكتشف هذا الثعلب اللي هو الأعذار أو المبررات في كل خطأ هو بيعمله، يبتدي بقى يفحص نفسه جيدا عشان خاطر يعالج هذه النقطة. في علاج الأعذار ثلاث نقط برضو عشان نفتكره. النقطة الأولى هي ملامة النفس، إن الواحد دايما يلوم نفسه. البابا تأوفيلوس أحد الباباوات بيذهب يروح كل مرة الدير ويروح يسأل أي راهب يلقاه عن كلمة منفعة. ففي مرة رايح منطقة الألالي بتاعت الرهبان وسأل راهب عن كلمة منفعة، قال له ليس هناك أفضل من أن يأتي الإنسان بالملامة إلا على نفسه. يعني مفيش أفضل من كده، مفيش أحسن من كده، إن دايما الإنسان يجي بالملامة على نفسه، دايما يلوم نفسه في أخطائه، ودايما قبل ما يفكر في أي أعذار أو أي حاجة دايما يلوم نفسه. النقطة الأولى ملامة النفس، والنقطة التانية هي التدقيق. زي ما عارفين إن أي ثعلب بيشوف أي مكان صغير عشان يخش فيه يفسد الكروم، ممكن ده ثعلب يفسد فضائل كتيرة في حياتي الروحية. وقبل ما الثعلب دوت يخش ويفسد الكروم ويفسد كل الفضائل اللي أنا بعملها في حياتي الروحية بنعمة ربنا، أبتدي أدقق وأبتدي ألحق هذا من الأول. والنقطة الثالثة اللي احنا قلناها اللي هي دايما أتعود ألتمس الأعذار للآخرين، أشوف أعذار للآخرين وأشوف أسباب للآخرين. زي ما كنت شاطر إن أنا أوجد أعذار لنفسي أشوف وألتمس أعذار للآخرين. دايما الواحد بيبقى حساس دايما من الناس ويحس إن ليه فلان ما ردش عليه، وليه فلانة ما هدتهاش الهدية باك، ودايما الواحد يفكر ليه التاني. لكن طبعا الواحد لو التمس الأعذار للآخرين هيعالج نقطة كبيرة من حياته وهي الأعذار والمبررات. ربنا يعطينا حياة روحية صالحة له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. In the name of the Father, and Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Our dear Heavenly Father, we thank you for all your goodness and all your grace for giving us all ways that lead to salvation. Our dear Heavenly Father, we thank you for giving us yourself, the Holy Spirit in us, to dwell in us so that you rebuke us and you show us the right way to come closer to you. Our dear Heavenly Father, if anything that comes as a barrier
or comes as an obstacle in our spiritual life, please help us to overcome this. Please, Lord, give us to watch for all the foxes that can come to corrupt the vines in our life, in our spiritual life. If making excuses can be something that corrupt all the vine and corrupt my spiritual life, please help me to find out these foxes in my life so that I can stay away and can overcome through your grace. Our dear Heavenly Father, if making excuses for my sins and my mistakes and my wrongdoing can separate me from you and can lead me to corrupt my spiritual life, please help me to overcome this. If I always find and make excuse for myself to show myself in a good way and to feed my ego and to feed my pride, or if this can help me to delay my repentance, please help me before I go astray. Our dear Heavenly Father, we ask you for our spiritual life to help us to strive in our virtues and to help us in our spiritual life. Through the intercession of Saint Mary and Saint Joseph, and all the saints, please, Lord, hear us and we pray thankfully. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil one. In Christ Jesus our Lord, for thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and Son, and the Holy Spirit, one God. Amen.